طبعا وزارة الري بتعمل مشروعات كتيرة جدا علشان توفر مياه الري وعلشان تنظم إدارة هذه المياه. هنطلع مع حضراتكم لفاصل نشوف في افتتاح مشروع قناطر أسيوط واللي حظى باهتمام كبير جدا يعني من يعني اللي عاوزين يعني او احتياجات المائيه ليهم في منطقه اسيوط وما حولها من محافظات، لان هي مش بتخدم بس محافظه اسيوط ولكنها بتخدم مجموعه من المحافظات حواليها، وكانت نتاج جهد كبير جدا. نشوف قناطر اسيوط افتتاح هذا المشروع ثم نعود لنكمل حوارنا حول صيانه المجاري المائيه وازاي ممكن نحافظ على نهر النيل بشكل عام ودور وزاره الري في ذلك، ولكن بعد هذا التقرير. هي مصر، وإن غطاها الضباب أو طال عليها الليل لابد لفجرها أن يبزغ يدفع عنها بكل قوة ظلال الليل المعتم، يشرق النور ساطعا معلنا عن ميلاد عهد جديد تثبت فيه مصر قدرتها على التصدي للأزمات وتحقيق أعظم الأهداف والطموحات، وذلك بتنمية مواردها واستثمار ثرواتها الاستثمار الأمثل من خلال مشروعات عملاقة وعقول مبدعة خلاقة استطاعت أن تبهر العالم وتؤكد أن مصر تمضي قدماً على طريق التقدم والازدهار. سبب ما نحن فيه هو دعم المصريين لبلدهم وصبرهم وتحملهم، ودي كلمة مش بجاملكم بيها، وكل ما هنستحمل أكتر كل ما هنطلع قدام أكتر. رأت القيادة السياسية ضرورة مواصلة العمل على تطوير شبكات الري لزيادة الإنتاج الزراعي والرقعة الزراعية مع توفير مصادر للطاقة أكثر أماناً وأقل تكلفة، فأضافت إلى مشروعاتها العملاقة في هذا المجال مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية. مشروع قناطر أسيوط الجديدة 6 سنوات من العمل الجاد ليل مع نهار 24 ساعة بدون توقف. إنتاج الطاقة النظيفة عن طريق تدفق الماء، بعث الحياة في مئات الآلاف من الأفدنة، تنظيم عملية الري، ذلك هو المفهوم الكامن وراء مشروع قناطر أسيوط الجديدة التي تقع على بعد 545 كيلومترا شمال خزان أسوان و400 كيلومتر جنوب القاهرة. أسيوط واسطة العقد في محافظات الصعيد، فهي العاصمة الثقافية والعلمية والاقتصادية لأهل الجنوب، تحتضن نهر النيل بين جنباتها وفي قلبها، كما تمتاز بروعة قناطرها القديمة التي صممها المهندس البريطاني الشهير السير ويليام ويلكوكس، وتم تشييدها بين عامي 1898 و1903 على نهر النيل. لذا فقد كان جديراً بها أن تحتضن أكبر مشروع مائي لتحسين الري وتوليد الكهرباء بمحافظات صعيد مصر، فتجتمع فيها عراقة الماضي وإبداع الحاضر. قناطر أسيوط الجديدة من أهم المشروعات القومية الكبرى. المشروع بيمثل ثمرة من ثمرات التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة، التعاون بين وزارتي الري ووزارة الكهرباء والطاقة أثمر عن تنفيذ قناطر ومحطة كهرباء أسيوط المائية، حيث قام بتنفيذ هذا المشروع بتكلفة تقارب 6 مليارات و500 مليون جنيه. تعد القناطر الجديدة صرحا عملاقا ونموذجا راقيا في فنون الهندسة والري. الغرض من القناطر هو تلبية الاحتياجات المائية من مياه ري، مياه شرب، سياحة، صناعة. الغرض برضه من انشاء القناطر هو التحكم الامثل في توزيع المياه، حيث تتكون من هويسين ملاحيين بطول 156 مترا وبعرض 17 مترا، مفيضين الشرقي والغربي بعدد 8 فتحات وبعرض 17 مترا، 3 فتحات على الناحية الشرقية لمحطة الكهرباء و5 فتحات على الناحية الغربية منها، مزودة ببوابات نصف قطرية. محطة كهرباء تتوسط المفيضين وتستغل 4 فتحات بعرض 17 مترا لإنتاج الطاقة الكهرومائية. كوبري علوي 4 حارات في اتجاهين حمولة 70 طنا بعرض 20 مترا، سد دائم غالق في الجهة الغربية من النيل. كما يشمل المشروع إعادة تأهيل قنطرة فم ترعة الإبراهيمية.
أهداف استراتيجية كبرى تحققها قناة أسيوط الجديدة، تعد انعكاساً للطفرة التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وتلبي طموحات طالما انتظرها الملايين من أبناء الصعيد. تأمين الاحتياجات المائية للحاضر وللأجيال القادمة من الأهداف الرئيسية للمشروع التحكم في مياه الري وضمان توفير مياه الري والمياه الصناعة ومياه الشرب لخمس محافظات اللي هم أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، وضمان مياه الري لمليون وستمائة وخمسين ألف فدان في هذه المحافظات. الحفاظ على كل قطرة ماء من الهدر، ذلك عن طريق بوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكي للفتح والقفل. أحدث بوابات موجودة في العالم سواء كان من حيث التصميم أو التنفيذ أو التصنيع، أعمال التصنيع لكل هذه البوابات المستخدمة بهذه التقنية العالية تم تصنيعها في جمهورية مصر العربية في مصانع مصرية وبأيدين مصرية. تطوير وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى يسمحان بمرور أكبر الوحدات الملاحية في النيل في زمن عبور قياسي 11 دقيقة للرحلة. تحديث المحور المروري عبر نهر النيل من خلال الكوبري العلوي مع محور مروري يربط بين ضفتي النهر يسمح بمرور جميع أنواع السيارات لتسهيل حركة النقل والتجارة بين محافظات الصعيد وبدون توقف لمرور الملاحة كما كان في السابق. توليد طاقة كهرومائية نظيفة وصديقة للبيئة من خلال محطة الكهرباء تقدر ب 245 مليار واط ساعة، حيث تعمل المحطة على استمرارية التغذية الكهربية على مدار الساعة لمحافظة أسيوط وما حولها. الطاقة الكهرومائية طاقة نظيفة خالية من التلوث مصاحبة للبيئة، بتؤثر في رفع الاقتصاد القومي ولا تتأثر بالتضخم العالمي نظرا لعدم استخدام الوقود الحيوي لها. وتقدر تكلفة المحطة بحوالي 612 مليون جنيه. وطبعا بتقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقيمة 125 مليون طن غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا. تشغيل الطريق الدائم والانتهاء من أعمال الردم في السد الغالق والمكون من أعمال الردم بحوالي 1,700,000 متر مكعب من الرمال النظيفة على مساحة 26 فدانا. تم رفع المناسيب لجزيرة بني مر ليصل لمنسوب 48، وهو منسوب أعلى من أعلى منسوب للمياه في خلف القناطر الجديدة، ليسمح للمزارعين بالاستفادة من أراضيهم طوال العام، مما يعظم من المردود الاقتصادي لأراضي الجزيرة التي كانت تتعرض للغرق. لقد أتاح المشروع أكثر من 3,000 فرصة عمل خلال فترة التنفيذ، وسيوفر حوالي 300 فرصة عمل دائمة. وكل ما هنيجي على مشروع نفتتحه هتفاجئوا إن الله ده اتعمل إزاي؟ اتعمل بيك، واللي هيتعمل هيتعمل بيك. هو الشباب اللي كان شغال ده مش شباب مصر ولا ايه؟ المهندسين والفنيين والعمال ده شباب مصر. وها هي مياه النيل تتدفق عبر قناطر الخير لتسري في شرايين الوطن وأوردته نورا يبعث الحياة للحاضر والأمل في المستقبل. مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية فيض النور والعطاء.